لما يكون ولادنا، شوف الذكاء، يعني الولد بيغني وكأنه لاعب بيلاغي جمهوره مش العكس بقى، فحور بعض الكلمات. ولكن لما تشوف بقى كمان على فكرة، احنا عرضنا الملحن التونسي عشان تشوفوا الأهلي كفكرة عابرة للحدود، مش بس لا للأطفال ولا للكبار. شفنا الملحن التونسي سمير العقربي قد ايه تحول من الترجي للأهلي، وقال لك لا انا النادي المحبب بتاع النادي الأهلي. طب ده تونس، فما بالك لما الأهلي يروح أوكرانيا تلاقي فيكتوريا فتاة أوكرانية زوجة شاب مصري هو الأستاذ عمرو. هنشوف بقى فيكتوريا الأوكرانية وهي حريصة إنها تيجي النادي الأهلي وتكون قدام دولاب البطولات تعبر عن حبها للأهلي. يا جماعة انتوا عارفين أنا فين؟ أنا نادي الأهلي. بص يا جماعة الأهلي فول جميلة، والله أنا أهلاوية جدا. بص يا جماعة حلوة جميلة جدا. يا جماعة انتوا عارفين أنا فين؟ أنا نادي الأهلي. بص يا جماعة الأهلي فول جميلة، والله أنا أهلاوية جدا. بص يا جماعة حلوة جميلة جدا. على رأي الأستاذ إبراهيم، الأهلي عابر للقارات، الأهلي مصدر السعادة والفخر، افتخروا بالأهلي وحبوه. صح، أبوه قويا شامخا، قدوة، قيم، مبادئ، هي دي الحاجات اللي الناس مش هتعرف تحصلكوا فيها. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل.